اشترى هذا الموقد الخشبي المذهل وكيفية تثبيته. يرجى الاطلاع على العرض التوضيحي الخاص به. قم بإزالة الموقد، يمكن رفعه بسهولة بيد واحدة. يوجد أيضا صفيحة معدنية في الصندوق وهي الباب الأمامي للموقد. هذه الحلقة هي الشواية. فيما يلي المجموعات والقطن الاحتياطي المقاومة للحريق. أخرج جميع الملحقات الموجودة في الموقد. قلم، ملعقة، الأرجل الثلاثة للقوس، قضيب التوصيل لباب الفرن، مقابض على الجانب. قم بتثبيتها في هذه الحلقة المعدنية وقم بتثبيتها على الموقد. الآن استخدم هذه الأدوات لتثبيت باب الفرن. قم بفك المسمار أولا، ثم قم بتثبيت قضيب التوصيل وأعد ربط البراغي. ثم قم بتثبيت باب موقد الحطب على قضيب التوصيل. شد البراغي. بعد ذلك، قم بتثبيت المقابض على الجانبين. احكم ربط اثنين من البراغي وانت على ما يرام. استخدم مفك البراغي للتأكد من ان البراغي قوية بما يكفي. اخيرا اختبر المروحة. هذا هو السلك الذي يربط المروحة وبنك الطاقة. بعد توصيل بنك الطاقة ابدأ تشغيل المنفاخ واستمع الى الصوت وتحقق مما اذا كان يعمل بشكل صحيح. يمكن أيضا توصيل هذا المنفاخ باستخدام شريط طاقة منزلي. يمكن استبدال هذا الخيط القطني المقاوم للحريق. الاستخدام السعيد.